في اكثر في اكثر اكثر لا تقفل مزاد في اكثر سم. في اكثر اخونا تفضل وش الرسمه هذه الرسمه تفضل فريد معك فريد تفضل مجموعه السالمه تعبر عن البصمه اللي وضعناها في برنامج كاريزما بصمه سوق علينا انت حطيت لي رسمه تقول لي هذا شعار اخوي ايش رايك بالشعار يعني وش معنى اليد طيب يعني الرميه الملتهبه هذا الخضار طالع هذا عشب من السما نازل لا طقطق عليها انت صح اخوي هو انت عشان تكون فنان كويس لازم تفكر خارج الصندوق عرفت اخوينا اخواتنا المشاهدين تستحق الرسمه هذه تكون بالمزاد هذه الصوره تكون في المزاد هذه ما عرضها ولا في محل بريالين هذه رسمة؟ لا رجعها بس تمطر من هذه السماء هذه مو رسمة هذا شعار احنا ما قلنا شعار رمية ملتهبة بس انا بعطيك فرصة للمعرض القادم ان شاء الله نعطيه فرصة للمعرض القادم تعبنا كثير نعطيه فرصة في المعرض القادم نعطيك ولا ما نعطيك؟ ايه عطنا استاهل انت معنا في المعرض القادم ان شاء الله مبروك راح حمود طيب تفضل امير الحمد لله سعيدين بانضمام اخوي سلطان الامير اخونا الامير راسم